معي على التليفون الصديق العزيز الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون القضايا الأستاذ سامي عبد الراضي. مساء الخير أستاذ سامي. أهلا أستاذ محمد، مساء الخير. عاوز من حضرتك يعني تشرح لي أنا والسادة المشاهدين تفاصيل واقعة الفتاة شهد. نعم حضرتك، أنا طبعا بشكر حضرتك على الاستضافة، ده رقم واحد. بشكر حضرتك على القراءة الجيدة لبيان معالي النائب العام المستشار حمادة الصاوي. وهذا الرجل حرك الكثير والكثير داخل النيابة العامة في الشهرين الأخيرين، وأصدر عدة بيانات كلها مرتبطة بقضايا جماهيرية، وكل بيان من هذه البيانات زيله برسالة أو اثنين، وآخر هذه البيانات هو بيان الأمس في قضية شهد والرسالة الهامة الخطيرة. هو ده أستاذ سامي من خلال خبرتك العريضة في متابعة أمور النيابة العامة والقضاء، هل ده أمر غير مسبوق في كتابات النائب العام أو كده؟ هذا ما حدث في البيانات الأخيرة للنيابة العامة أمر غير مسبوق، لم يحدث من قبل. كانت البيانات مقتضبة لأقصى درجة، ليس فيها لهذا الكم من المعلومات والدلائل والقرائن، ليس بها رسائل إرشادية، رسائل تليق بوقار وهيبة النيابة العامة وهيبة النائب العام ودوره كمحامي للشعب ودوره في حماية المواطن وفي حق المواطن. ورأينا كيف كانت الجمل مصاغة باحترافية وبحنكة وببراعة شديدة وهو يخاطب أولياء الأمور والأسر، وكيف يتعاملون مع بناتهن رفقا هذا بالقوارير. عن يعني اتفاقك معي في إرسال تحية لمعالي النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ماذا عن بنتنا شهد عليها رحمة الله؟ نعم، شهد عليها رحمة الله كان بيان النائب العام كافٍ ووافٍ لكل ما أثير في الشهر الأخير بعد وفاة عليها رحمة الله شهد ابنة العريش، والغموض الذي شاب اختفائها، وكيف تم استخدام وفاتها في صناعة هاشتاجات والإيحاء بأنها خطفت وقتلت وألقي بجثتها في النيل. ولكن بيان النائب العام من خلال تحقيقات موسعة جرت في نطاقين، النطاق الأول هو نطاق المكان الذي كانت تعيش فيه بحكم تعليمها في مدينة الإسماعيلية، والنطاق الآخر هو مكان العثور على الجثمان في نيل الوراق قرب قرية طناش في الوراق. النائب العام قال كل المعلومات. استاذ محمد، احنا هنا بنحارب الشائعات ونحارب اي حد مغرض بالمعلومات، وده اللي احنا بنطالب بيه دايما. بيان النائب العام كان كله معلومات. المعلومة الاولى ان هذه الفتاة عليها رحمة الله كانت بتعاني من نوبات مرض وهي في المرحلة الاعدادية والمرحلة الثانوية، هنا الاهل لم ينتبهوا يا استاذ سامي مش كده؟ لا، الاهل انتبهوا، وفي بيان النائب العام ايضا شرح ان والدة شهد حضرت في الشهر الاخير واقامت معها في مكان سكنها المؤجر في الاسماعيلية، وعرضتها على طبيب نفسي، ربما هذا حدث قبل اسبوعين من الجريمة. النائب العام اشار ايضا الى انه تم سماع اقوال واستدعاء الفتاة التي كانت مع شهد في غرفة واحدة وفي سكن واحد، وقالت انها كانت لا تنام الا ساعه واحده او ساعتين في الفتره الاخيره، وكانت تحدثها دوما بانها تشعر انها ستمتد قريبا. وعلى هذا الاساس حضرت والدتها من العريش واقامت معها في المكان. النائب العام ايضا اوضح ان الفتاه خرجت من الاسماعيليه وحضرت الى القاهره وظهرت في الكاميرات. على اي اساس اعتمدت ادله النيابه العامه؟ يعني لان كان في توصيف دقيق الساعه كذا طبعا حضرتك تعلم ان الامور التقنيه في قضايا الراي العام مهمه جدا، وهو الكاميرات والهواتف المحموله، تتبع الهاتف المحمول لشهد وكاميرات المراقبه المنتشره بقوه في السنوات الاخيره سواء في العاصمه او في بعض المحافظات كانت سبب رئيسي في ان يتحصل او تتحصل النيابه على كم
على هذا الكم من المعلومات الدقيقة والموثقة فنيا من خلال الكاميرات والتليفونات وعلى مستوى الورق من خلال سماع أقوال الأب والأم والصديقة. طب أستاذ سامي وأنا بختم معاك، عايز رسالة قصيرة لأهالينا وأسرنا اللي عندهم بنات وولاد زي شهد. نعم، أنا لن أضيف حرفا واحدا عما قاله معالي النائب العام المستشار حماد الصاوي في مسألة رفقا بالقوارير، اسمعوا لبناتكن، انصتوا لهن. فيما معنى البيان أن الأباء والأمهات يفتحوا مجالات لحوار مع البنات تحديدا ويسمعوا للمتاعب والشكاوى والظروف اللي بيمروا فيها، وأن هذا وأن المرض النفسي لا يجب أن نخاف منه أو يتم معايرة شخص بذلك، ولكنه مرض مثل باقي الأمراض. هذه المعلومة التي نقلها النائب العام في بيانه هو جرس إنذار شديد لكل أسرة. متفق معك وأشكرك صديقي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ سامي عبد الراضي.